طيب بسم الله الرحمن الرحيم أروح بسم الله الرحمن الرحيم وضع الله تيدكس خرطوم تيدكس يوث خرطوم الآن حضرت تيدكس يوث أت رياض تيدكس كيدز أت رياض اللي هو مؤتمر بيقيموه بنظموه من أجل الأطفال في الرياض العاصمة السعودية الرياض الحدث كان رهيب جدا الشعار بتاعهم عوالمنا والناس تنقلت من عدة كواكب خمسة كواكب كل كوكب فيه إبداع فيه التجارب بتاعت الشباب الزور الفايزة بالمركز الثالث في اليوسيماس العالمية من السعودية هنا تكلمت فيه كده الحقيقة تجربة رهيبة جدا أنا نفسي إنه أطفالنا برضو في خرطوم وفي غورشودان وفي كل المدن في السودان يعيشوا في تجربة زي دي تجربة رهيبة جدا فيها الأمهات والأبهات والأخوان والأخوات كلهم يعني بيعيشوا في جو جميل جدا أتمنى إنه الناس تعيش التجربة بتاعت تيدكس في السودان بعمقها في البيت في الأطفال في الأسرة في الأخوان في الأخوات في الدوائر الحكومية في الجامعات في كل الحتات يعني إحنا ماضيين إن شاء الله في تيدكس خرطوم حنحاول نعمل كل ما عندنا من أجل نخدم مجتمعنا يعني عبر الأفكار المستحقة للانتشار شكرا جزيلا لكم